الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر 2020. أهلا بكم إلى المشهدية وفي مشاهدها لليلة. من القوقاز إلى حوض المتوسط، تركيا والأوروبيون في المواجهة، روسيا تتوسط واتفاقيات لا تحقق الهدنة المطلوبة. في المشهدية خريطة جغرافية استراتيجية لصراع إقليمي محموم. روسيا تبدي ملاحظات خطرة على اتجاه كوسوفو وألبانيا لمحو الحدود بينهما. هل تعود بؤرة التوتر في البلقان إلى الاشتعال من جديد؟ مهرجان الريف توأمة بين السينما والطبيعة، كيف جمع المهرجان بين العروض عبر الأونلاين والعروض الحية؟ المسيرات تشهد تطورا تكنولوجيا متسارعا، أين أصبحت الابتكارات العلمية في الذكاء الاصطناعي في عالم الدرونز؟ الهدنة هشة والاتفاقيات بالكاد تصمد، هذا هو واقع الحال في ليبيا وفي ناغورنو كاراباخ. الطرف التركي على ما يبدو يشعر بعدم الارتياح إلى الاتفاقيات التي عقدها مع الجانب الروسي. فهدنة كاراباخ مترنحة، كما أن الاتفاق الليبي يعاني هو الآخر من عدم الاكتمال بين أطرافه. إنما التنفيس التركي يأتي من مكان آخر تماما، تحديدا في حوض المتوسط، حيث ترسل أنقرة إشارة عدم الرضا عبر إرسال سفينة مسح مجددا إلى المياه الإقليمية. لا تجد اليونان طريقا آخر للاعتراض سوى التصريحات، فتنتقد التصرف التركي الذي كان كفأ إلى حد ما منذ أيام قليلة، فيما دعت واشنطن أنقرة إلى الكف عن الاستفزازات المتعمدة في حوض المتوسط. أمام تلك المشهدية نحن ليلة سنطرح أسئلة ثلاثة. أولا، ما مصير هدنة كاراباخ والاتفاق الليبي؟ ثانيا، كيف يزداد المشهد تعقيدا من القوقاز إلى المتوسط؟ ثالثا والأهم، كيف يحرك أردوغان أوراقه في المناطق الاستراتيجية لتركيا؟ نجيب عن هذه الأسئلة مشاهدينا مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة، دكتور محمد نور الدين الخبير في الشأن التركي. مساء الخير دكتور، أهلا بك معنا في المشهدية. من الطبيعي جدا ان نقول ان جبهات من القوقاز، يعني من كاراباخ الى ليبيا، مرتبطه ببعضها خصوصا بالمصلحه التركيه. اكيد، لانه نحن منذ حوالي 4 سنوات وحتى اليوم امام مشروع تركي يسعى لان ينقل تركيا من كونها قوه اقليميه مؤثره إلى قوة ما فوق إقليمية، يعني ليست قوة عظمى بالتأكيد، ولكن لا يقتصر دورها على المحيط الجغرافي المباشر فقط، بل أن يكون لها يد ونفوذ وحضور في ملفات لها بعد عالمي. وعلى هذا الأساس نلاحظ أنه من العام 2016 بدأت موجة، ممكن نقول عنها موجة توسعية تركية، بدأت باحتلال أجزاء واسعة من شمال سوريا، بدأت ب تمركز بعدد كبير من النقاط داخل العراق، من ثم انتقلت إلى ليبيا وقامت بإنجاز نوعي من خلال الاتفاق بين أردوغان والسراج ب 27 نوفمبر الماضي، يلحظ تحديد الحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا الدولتين، وكان هذا إنجاز تركي كبير لأنه قطع كسيف شرق المتوسط من الشمال إلى الجنوب، مما يعيق ويؤذي ويؤثر على خطط دول منتدى غاز شرق المتوسط الذي حاول أن يعزل تركيا ولا يزال، وكذلك الاتفاق التعاوني الأمني مع والعسكري مع ليبيا والذي حقق إنجازات نوعية، وصلت إلى خط سيرة الجفرة وتوقف هناك تحت تهديد الإنذار القوي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والذي اعتبر ذلك خط أحمر. ثم انتقل محاولة بدء النفوذ التركي إلى شرق المتوسط، إلى أين هي حدود ما يسميه الأتراك أو ما يسميه بعد ذلك التنمية الوطن الأزرق، يعني بشمال سوريا وشمال العراق كان عندنا يمكن أن نسميه الوطن البري أو حدود الميثاق الملي، لكن كمان لتركيا تطلعات إلى أن تكون لها نفوذ على أكبر مساحة ممكنة من شرق البحر الأبيض المتوسط تحت ستار أو تحت مظلة أنه هذه مناطق اقتصادية خالصة. وبتعرف المنطقة الاقتصادية الخالصة مسألة كثير مهمة هلأ، لأنه تعطي كل دولة إذا كان عندها مدى على الأقل 200 ميل بحري لحقها بالتنقيب عن النفط والغاز في هذه المناطق، وهذا كان سبب النزاع
مع اليونان والاستفزازات والتوترات المتبادلة بين تركيا واليونان. ثم رابعا اجى ملف يعني سوريا، العراق، ليبيا، شرق المتوسط واليونان القوقاز. ثم والان في القوقاز، حيث يحاول رجب طيب اردوغان ان يؤكد القوة التركية الصاعدة من خلال محاولة الدخول الى الحديقة الخلفية لفلاديمير بوتين، وليعرض عليه ويحاول ان يقاسمه النفوذ في تلك المنطقة. وبهذه الطريقة نجد ان تركيا اشبه في اوروبا ايضا التغلغل غربا نحو اوروبا عبر المسألة الدينية، يعني الدخول الى طبعاً المناطق هناك التي فيها اكثرية اسلامية يعني في البلقان. شوف الاحتكاك والصدام مع اوروبا الان بهذه اللحظة هو عبر الملف اليوناني والقبرصي اليوناني، واليونان تستنجد يعني بمقدمة تحدثت عن تصريحات، بس في تغلغل سياسي تركي، يعني يبحث أردوغان عن نفوذ حتى في هذه الدول التي كانت تحتلها السلطنة العثمانية. طبعا شيء طبيعي هيدا، وبالبلقان تحديدا هناك يعني مش أقليات، فئات، مجموعات سكانية من أصل تركي أو إسلامية، ومن خلال هذه المجموعات يحاول رجب طيب أردوغان أن يمارس نفوذ في البلقان بشكل او باخر. لذلك نجد يمكن ان نشبه، وهو تعبير يعني ما بحب استخدمه، ولكن هو فعلا كذلك، انه تركيا بالاناضول هي اخطبوط، يد على ليبيا، يد على الشرق المتوسط، يد على سوريا، على العراق، على اليونان، داخل البلقان وفي القوقاز الان. وبالتالي هذه مساله غير مسبوقه بتاريخ تركيا، وهذا اللي خلى مثلا رئيس كتله العداله والتنميه بالبرلمان التركي بيلان توران يقول تركيا القديمة انتهت، الآن تركيا الجديدة لها قدم في كل هذه يعني القضايا. يعني تركيا أتاتورك انتهت داخليا وخارجيا، يعني بعد تركيا بعد الحرب العالمية الأولى انتهت مبدئيا، بس هذا يعني أن تركيا ما قبل الحرب العالمية الأولى ستعود، يعني تركيا السلطنة العثمانية؟ لا طبعا طبعا، هذا ما يريده يعني. نعم. بس بدك تفسر لنا شغلة دكتور. إيه إيه إيه. هو يريد نفوذ فقط، يعني أن يكون مؤثرا في الملفات، أم لا كما فعل في سوريا احتلال أراضي، عودة يعني السلطنة؟ لا أكيد طبعا، ليس فقط نفوذ، هذا شيء طبيعي، ممكن الواحد يكون عنده نفوذ وتأثير من دون احتلال. الولايات المتحدة موجودة بمنطقة منعزلة بالعالم شمال أمريكا، ولكن هي تمارس نفوذ وتأثير بكل دول العالم من دون ما تحتل، مثلا يعني أمريكا ما بتحتل لبنان، ولكن هي تمارس نفوذ كبير عليه. كذلك تركيا، هذا ما يريده أردوغان؟ لا أردوغان لا يريد فقط ممارسة النفوذ، هو عنده مشروع، ودائما بيزعلوا منا بس نقول انه هو مشروع عثماني جديد، انه هو بعظمه لسانه مثل نقول، وكل اللي حواليه من المسؤولين يقولون نحن في عندنا مشروع عثماني جديد ومحاوله العوده الى كل مكان كان فيه اجدادنا، وفي كل بقعه ارض كانت تحت سيطره الدوله العثمانيه. من شان هيك هلا انا بقول شغلي تحت هذا العنوان، كان التغلغل الاحتلال بشمال سوريا وبالعراق وبالمناطق، يعني حتى بليبيا، بس فات مش انه فقط في صراع مع مصر ومع السعوديه ومع الامارات وتكون الساحه الليبيه هي اداه، لا، قال عندنا هناك مليون واحد من اصل من قبيله كير اوغلو، شوفي اعطى هذا التبرير حتى يروح لهونيك. هذا النزعه القوميه حتى في سوريا الأمر. قال ذلك يعني انه كمان في قوميات بالنزعه بسوريا، تحصيل حاصل، لانه شمال سوريا وشمال العراق كانوا جزءا من الميثاق الملي التركي اللي أقره البرلمان العثماني ب 28 كانون الثاني يناير 1920، لكن هذا الحدود هيدي اللي تشمل شمال سوريا وشمال العراق من الجمهورية التركية الجديدة اللي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، هيدي الحدود الحالية لتركيا ما بتشمل نطاق الحدود الميثاق الملي. أردوغان بده يرجع لهيدي الحدود، بده يرجع لهيدي الحدود، وبيعتبر أتاتورك فرط فيها، من هون احتلاله ضمن مشروع تاريخي الاحتلال الفعلي والضم الفعلي، في تغيير ديموغرافي، تغيير ثقافي، تاريخ، تغيير ديني، مش عارف شو، احلال جامعات، محل جامعات. المشروع التركي بشمال سوريا والعراق ضمن النطاق الملي مختلف عن المشاريع الثانيه بمناطق اخرى. هذا مشروع تركي او مشروع اردوغاني؟ يعني اذا ذهب اردوغان لا اكيد يبقى هذا المشروع؟ لا اكيد، لا اكيد هذا مشروع اردوغاني. يعني نحن قبل وصول حزب العداله والتنميه كنا نشوف سياسه تركيا مع الجوار تاعها باستثناء قبرص اللي هي تشكل حاله خاصه بالنسبه لتركيا، وفي اتفاقيه ضمانات
باتفاقيات زوريخ ولندن ب 59 60 وتعطي لتركيا ولبريطانيا ولليونان الحق بالتدخل هناك اذا صار في تغيير، وهذا اللي صار سنه 1974 خلا قبرص ولا يستطيع النقد بهذه الاتفاقيات مع البريطانيين لا هذه والامريكان ايضا هذه يعني. اتفاقيه قبرص اتفاقيه دوليه والكل موافقين عليها، لذلك لا يعتبر تدخل التركي بشمال قبرص بال 1974 هو احتلال، هو بموجب هذه اتفاقيه الضمانه اللي اعطت لتركيا الحق في حال صار اي تغيير، بينما بشمال سوريا وشمال العراق لا، هي احتلال بكل معنى الكلمه بكل ما الكلمه من معنى. وهون بقول في شغله طرقت جديد، هلا ما بنعرف نحن يعني الباحثين شو ممكن نسميها، اذا كان المشروع العثماني الجديد يحاول ان يبسط سيطره تركيا على كل المناطق اللي كانت تحت سيطرة الدولة العثمانية، طبعا هذا مشروع طموح ومشروع خيالي بالنهاية ويشبه مشاريع. ليش خيالي؟ بده وقت بس منه خيالي. لا مشروع خيالي لأنه ليش دكتور؟ لأنه هذه مغامرات تركيا قدرتها طبعا هي قوة صاعدة اقتصاديا وعسكريا، عندها صناعة عسكرية مهمة هلا وعندها يعني قدرات بشرية جيدة، موقع استراتيجي مهم، لكن هذا كله ما بيخولها لتقوم بدور القوة العظمى وترسل مثلا حامل الطائرات، طبعا ما عندها حامل الطائرات إلا مناطق بعيدة، يعني هي بتهتم بالجوار المباشر أولا وإلى حد ما بالجوار الأبعد، ما عندها قدرات تقدر تقوم بهذا المشروع. كنت تقول في شيء طرأ الآن. إيه هذا المشروع هو تحت الشقين، شق الميثاق الملي البري والشق البحري يعني الوطن الأزرق بشرق المتوسط. تركيا تحركت حتى الآن ضمن هذين العنوانين، لكن الآن محاولة أردوغان مد اليد مش للمصافحة يعني إدخال أنف تركيا في الحرب في الأزمة القوقازية بين أرمينيا وبين أذربيجان، هذا مختلف عن تدخله بسوريا والعراق وشرق المتوسط وليبيا والمناطق العربيه، لانه هذه المناطق لم تكن ضمن الدوله العثمانيه تاريخيا. الدوله العثمانيه حدودها تاريخيا هي تقريبا حدود الحاليه، وبالتالي ارمينيا الحاليه وكرباخ واذربيجان وهالمنطقه القوقاز الجنوبي لم يكن يوما جزء من الدوله العثمانيه. لهذا السبب هلا فينا نقول انه المشروع التركي او الاردوغاني، لانه سالتيني شغله فعلا كثير مهمه، انه لا هذا مرتبط بحزب العداله والتنميه، عندما وصل هيدي النظريه اللي عملها احمد داوودوغلو تبناها اردوغان وعبد الله جيل وان اختلفوا، لكن بالمضمون هيدا مشروع متلازم مع وجود حزب العداله والتنميه بالسلطه، اذا راح الحزب او راح اردوغان هذا المشروع بده يشهد تهرهر اوراق مثل اوراق الخريف. وبالتالي هيدي النقطه اللي كان مفيد الاشاره لها. هلا القوقاز لانه ما كان جزء من الدوله العثمانيه، لا نحن امام محاوله تركيه لكي تكون قوه فوق اقليميه وفوق عثمانيه ابعد من المشروع العثماني نحن الان، فهذا مساله مستجده بالتطلعات التركيه لدورها وحضورها ونفوذها في محيطها الاقليمي. طيب لما لا يكون هذا مثلا يعني خطوه تكتيكيه للضغط، لانه عندما لم تنجح الهدنة في كرباخ ولم يحصل على ما يريد ربما يعني لا ندري، حرك المتوسط يعني وكأنه هي مجموعة أوراق استراتيجية ربما لا ترتبط برؤية طموحة. طبعا ما في شك، أنا تحدثت عن التطلع التركي للقيادة والزعامة الإقليمية والدولية من خلال أحد أسباب التدخل بكرباخ، هو الأسباب مش لا تقتصر على ذلك، ولكن أنا اقتصرت الكلام على هذا السبب ربطا بالتوسعات التركية بسوريا والعراق وشرق المتوسط وليبيا وما إلى ذلك، ربطت هذا السبب، لكن لا شك أنه هذا التوسع كان بالوقت نفسه، بس تتوسع تركيا بالقوقاز مش ضروري مباشرة ولكن عبر دعم الأذربيجان والجيش الأذري وتسليحه ونقل مقاتلين يعني طبعا هذه مسألة ممكن نحكي عنها وأن يمكن الوقت ما كتير بيساعد. هذا الأمر يعني هذا خارج أسطة الزعامة التركية، لأنه هذا يؤذي من يؤذي، هذا التدخل التركي بهذه الطريقة من يؤذي، شيل أرمينيا وقرباغ جانبا، هذا يربك ويؤذي كل من روسيا وكل من إيران. لهذا سبب هذا المشروع عندما يكون يستهدف النفوذ الروسي ويستهدف إرباك وأضعاف الدور والحضور الروسي خصوصا بالقوقاز الجنوبي
والتهديد أو محاولة تشكيل بؤرة التهديد للأمن القومي الإيراني هناك عبر هؤلاء المرتزقة اللي عم يجوا من سوريا، واللي هني بشكله بالمناسبة، وهذه ظاهرة مش موجودة بغير دول، هني بشكله جيش موازي للجيش التركي النظامي. هلأ؟ إيه طبعاً طبعاً هلأ. لديهم هذه القدرة والقوة والتسليح. في عندنا 50 60 70 ألف مقاتل مسلحين بكل أنواع الأسلحة والصواريخ اللاو مش عارف شو إلى آخره، كليتهم جيش نظامي بكل معنى الكلمة. عشان هيك هو بينقلهم وبيستخدمهم حيث هناك مخاطر أو مخاوف من استخدام الجيش النظامي مباشرة. نعم. يعني بس نقتل بعض الجنود والضباط الأتراك بليبيا وسر بهذا الخبر، وكان ما معروف بعد أنه تركيا موجودة مباشرة على الأرض، حكموا لأنه هذا يؤذي صورة تركيا أنه عم تتدخل بشكل غير شرعي في يعني أردوغان استراتيجيا وعسكريا تارة نراه أقرب إلى روسيا، تارة أقرب إلى الأمريكيين، تارة ينفذ أجندة أمريكية، تارة يقوم الأمريكيين يتهمون بأنهم انقلبوا ويريدون الانقلاب عليه، تارة يكون أقرب إلى إيران، تارة يزعج إيران. يعني ماذا يعني الآن ماذا يفعل؟ يعني عندما يريد تحجيم نفوذ روسيا في القوقاز وكل ذلك، الآن هو أقرب للأمريكيين؟ شوف الأردوغان بالمبدأ وإذا تجاهلنا هذا الواقع بنكون عم نخطئ بالتحليل. تركيا عمليا هي عضو في حلف شمال الأطلسي. هذا يعني ما لازم حدا ينسى هذا العامل بتحليل السياسات التركية العسكرية والخارجية. لكن مع ذلك يعني المظلة الأساسية لتركيا هي حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، حتى ولو حصلت مشاكل مع الحلف. طبعا هذا لا يمنع كل التوترات السابقة، بالضبط يعني. بالضبط لا يمنع أنه في خلافات بتصير حول قضايا متعددة مع حلف شمال الأطلسي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. هيدي صارت مش بس مؤخرا مع أمريكا بشأن صواريخ S-400 الروسية أو الراهب برونسون أو غيره، صارت من 1952 من بس انضمت، من 1947 من بس وقعت اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. طول الحرب الباردة ولهلا على طول في خلافات وفي فرض حظر سلاح بأكثر من مناسبة، لكن هذا لا يلغي أنه في مظلة استراتيجية تظلل تركيا. لكن تركيا بالتحديد مع حزب العدالة والتنمية كونه يملك كمان بموازاة هذه المظلة الغربية الأطلسية الأمريكية يملك مشروعه الخاص في حيثية الآن مع حزب العدالة والتنمية لهذا المشروع العثماني اللي ممكن يلتقي مع أمريكا ببعض المحلات، ممكن يتعارض مع أمريكا بمحلات أخرى، لكن هذا الرجل عنده مشروعه الخاص فيه واللي بيحاول أنه يحققه على مراحل بالتدرج، قضية وراء قضية، وحدة وراء وحدة، ستيب باي ستيب يعني. وبالتالي ولا يقطع الشعر مع الروس، وبالتالي يستفيد من التناقضات احيانا بين امريكا وبين روسيا. مره بيعمل ديل مع امريكا عم تدعمه بليبيا، امريكا على حياه كانت بينه وبين اليونان بالازمه الاخيره، امريكا هي الراعي الاكبر له الان بالدخول الى القوقاز، يعني كدوره اساسي بالتحريض على نشوب الحرب في القوقاز. ولكن بمحلات معينه ثانيه بيكون عم يعمل ديل مع روسيا، مثل بدرع الفرات، مثل بعفرين، مثل بليبيا، مثل بادلب بليبيا. لا بروسيا في تناقض بيناتهم. لا تناقض؟ لا الان ما في كان اتفاق بيناتهم في مؤخرا. لا ما في اتفاق، في تفاهمات عم تصير بالداخل الليبي برعايه مصريه وعربيه مباشره، وهيدا كان يؤذي اردوغان بعض الشيء ويضعف الدور التركي هناك. لكن اردوغان ما فات على ليبيا وعمل كل هالاتفاقات وتقدم لولا الدعم الامريكي، لانه بده يضعف امريكا بتدعم اردوغان بليبيا لانه لازم يضعف الدور الروسي بليبيا. طب بس دكتور مساله امريكا تدعم او تقف على الحياد، يعني رغم التصريحات انه يجب على تركيا ان تنسحب وتهدئ وكل ذلك في حوض المتوسط، بس هي لا تدعم اليونان ولا الاوروبيين، تريد احراج الاوروبيين، يعني تقف ضد الاوروبيين في حوض المتوسط. ما في شك ما هو الموقف الامريكي؟ الولايات المتحده سياستها تختلف في بعض القضايا مش بكل القضايا مع الاتحاد الاوروبي، لكن جزء كبير من الاتحاد الاوروبي هو عضو بحلف شمال
الأطلسي، وبالتالي هن عندهم قواسم مشتركة كثيرة جدا، لكن بيختلفوا ببعض الملفات. يستخدمون تركيا يعني الأمريكيين يستخدمون تركيا الآن للضغط على الأوروبيين؟ ما في شك يعني، بس صار في خلاف فرنسي تركي مؤخرا حول تنقيب بشرق المتوسط. بتعرفي ماكرون اجى على لبنان وصعد من خطابه ضد أردوغان، وأردوغان صعد من خطابه هونيك. ماكرون اللي عم ينتقد حلف الأطلسي وبيعتبره محتضر سريريا، ومش عم يقوم بدوره بلجم الاندفاع التركي بشرق المتوسط وبمناطق أخرى، هون الولايات المتحدة الأمريكية ما بهم أنه فرنسا تحرز تقدم بهذا الصراع مع ليبيا. لهالسبب ممكن نقول أنه تقريبا وقفت على الحياد بين تركيا وبين فرنسا، وأفشلت المبادرة الفرنسية في لبنان. بس في مسألة مهمة، أنه البعد طبعا اقتصادي، غاز نفط في المتوسط، أكيد أكيد. بس الآن الرئيس الفرنسي نقل المسألة إلى أكبر من ذلك، هي المسألة الدينية، يعني عادت المسألة الدينية من جديد، والغمز بموضوع الإسلام هو طبعا مرتبط مباشرة بالموضوع التركي. نعم. يعني الآن أردوغان يشعل هذه المواجهة الأوروبية التركية الإسلامية المسيحية، وربما سنتحدث بعد قليل كيف تتمظهر أكثر في البلقان. شوفي، أنا برأيي ردة الفعل الفرنسية أو الموقف الفرنسي على تركيا هو ردة فعل مش فعل بحد ذاته. يعني بس ماكرون حكي عن الإسلام وضرورة الإصلاح ومش عارف شو. نعم. إيه معه حق يعني، ما حدا يعني هداك، لأنه الواقع العالم الإسلامي بتعرفي مثل بيعرف كل المشاهدين واقع مزري. ولكن اللي بدأ بهذا بإثارة هذا الملف بصب الزيت على هذا الملف هو أردوغان، لأنه بسياق المشروع الزعامي، بسياق مشروع تشكيل زعامته الإقليمية اللي فوق الإقليمية، نقل يعني فات بملف عالمي اللي هو تحويل آيا صوفيا إلى جامع مجددا. هذا الملف ما في له مبرر هلا. صحيح إنه بيكسب شوية أصوات بالداخل إضافية، ولكن من أجل هذه الأصوات القليلة الانتخابات بدها تيجي بعد سنتين ونص ثلاث سنين، يعني بكير عليها. لكن هو فتح نار على كل هذا العالم الغربي، على كل هذا العالم اللي له طابع ديني المسيحي. وبالتالي لا، أردوغان يعني عم يقوم بخطوات تتسم أحيانا كثيرة بطابع المغامرة، وهيدي بتذكر كثير أنا برأيي بمغامرات جمعية الاتحاد والترقي اللي كانت تسيطر على الدولة العثمانية بأواخر أيامها، يعني من 1919 لا وأدت سياستها إلى سقوطها. يعني الدولة العثمانية فاتت بمغامرات أكبر من قدراتها، فاتت بالحرب العالمية الأولى مع ألمانيا، فانتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة ساحقة للدولة العثمانية. وربما هذا درس من التاريخ. خلينا بس أشير لشغلة واحدة بشكل أسرع من السريع، انه تركيا بالقوقاز تحديدا هي عم تخدم مشروعها، هي كما قلت اول شيء بالزعامه الفوق اقليميه وتخدم ايضا الامريكان بارباك واضعاف الروس والايرانيين، او محاوله اضعاف الروس والايرانيين، وبالوقت نفسه بعتقد انه هي تخدم بشكل قوي المصالح الإسرائيلية بأذربيجان. يعني عندنا هون هلا، وهون انا جايب صوره هيك سياره علم إسرائيل، هيدي عن تلفزيون الاذري، تلفزيون الاذري. سياره بباكو تحمل العلم الاذربيجاني، تحمل العلم التركي، تحمل العلم الإسرائيلي، وتحمل العلم الباكستاني. بس فرجينا شوي الباكستان، على مش مبين الصوره على جنب. اوكي، ليش الباكستاني؟ لا، الأذريين علاقتهم جيدة مع باكستان، والأتراك علاقتهم جيدة مع باكستان، لكن هون بهمنا انه موضوع الإسرائيل. تمام، موضوع الأذربيجان وتركيا وأذربيجان، واضح هذا مكلف، واضح. هيدي نقطة مهمة، فلهالسبب أنا برأيي كل الظروف تدعو إلى انه يجب مواجهة هذا المشروع التركي بشكل أو بآخر. دكتور، سنبقى في حوض المتوسط أو نعود إلى حوض المتوسط مع المشاهدين أيضا، لأنه كما نعلم هذا الحوض يعوم على ثروات ضخمة خصوصا من الغاز وطبعا النفط. لذلك الآن سوف نفهم مشاهدينا حجم هذه الثروات وأهميتها، ولماذا هذا الصراع سيستعر كثيرا في المرحلة المقبلة. في بالأرقام،
طبعا ماذا ما سنفهمه الآن هو عبر الأرقام، والأرقام يجب أن نركز عليها مشاهدينا كثيرا. الرقم الأول الذي يجب أن نعرفه 122 تريليون. هذا الرقم يشير طبعا هو قدم مكعب من الغاز موجودة في حوض شرق المتوسط، هذا الرقم الكبير من الثروة الغازية قبالة السواحل في سوريا، في لبنان، فلسطين المحتلة وفي قبرص. هذا ما تؤكده دراسات عديدة، ولا سيما دراسة صادرة عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية عام 2010. الرقم الثاني الذي سنتوقف عنده هو 1,700,000,000 برميل من النفط، تؤكد الدراسة عينها أن المنطقة تعوم فوقها، وهو ما يفسر تصاعد حدة الصراع بين لاعبين كثر لحجز ما أمكن من الثروات غير المكتشفة. الرقم الثالث المهم بين 700 مليار دولار و3 تريليونات دولار هي القيمة التقديرية لهذه الثروات بحسب أسعار الخام المتغيرة في السوق، رغم أن دراسات أخرى ترجح أن تكون كميات الغاز والنفط الموجودة فعليا في قعر المتوسط أكبر من المعلن بكثير. الرقم الرابع المهم هو 8 دول متوسطية معنية مباشرة بالصراع الدائر حاليا، وهذه الدول هي اليونان، تركيا، قبرص، مرورا بليبيا ومصر، وصولا إلى سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة التي تصادر إسرائيل ثرواتها طبعا. الرقم الخامس هو 30 عاما من الاستهلاك الأوروبي يمكن لاحتياط الغاز في المتوسط أن تغطيها، هذا ما تؤكده أيضا الشركات العاملة في التنقيب عن الغاز في المنطقة، أي ما يعادل استهلاك العالم كله لعام واحد. الرقم السادس الذي سنتوقف عنده هو عام 2000. في هذا العام بدأت اكتشافات الغاز العملاقة تتوالى في شرق المتوسط، فمع تطور تقنيات التنقيب ظهر إلى العلن حقل غزة مارين مقابل سواحل قطاع غزة، مع احتياطي بلغ نحو 1,000,000,000 قدم مكعب من الغاز، تلا ذلك حقل تمار مقابل فلسطين المحتلة عام 2009، ثم حقل أفروديت مقابل قبرص، قبل أن يتم اكتشاف حقلي تانين ولفيتان عام 2012. الرقم السابع هو 30 تريليون قدم مكعب احتياطي حقل زهر المصري، أكبر حقول المتوسط حتى هذه اللحظة. الحقل الذي اكتشفته شركة إني الإيطالية عام 2015 يضاف إلى حقول دلتا النيل على سواحل المتوسط، والتي تبلغ كمية الغاز الطبيعي فيها نحو 50 تريليون قدم مكعب. إذن هذه كانت أبرز الأرقام التي انطلقنا منها لنفهم أهمية الغاز والنفط في حوض المتوسط والصراع الدائر في هذه المنطقة. الآن سنختم مشهد الساخن ونذهب إلى المشهد السياسي، نتحدث أيضا عن بعد مهم جدا في المنطقة. ألبانيا وكوسوفو مشاهدينا هي ساحة أخرى تثير قلق موسكو، فالتصريحات الصادرة عن لقاء مسؤولي البلدين وصفتها روسيا بالخطرة. الخارجية الروسية رأت أن الطرح المتعلق بضرورة محو الحدود بين ألبانيا وكوسوفو التي أثارها المجتمعون لا يمكن إلا أن تثير الإزعاج، وذكرت الوزارة بما يؤكده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 من أن كوسوفو جزء لا يتجزأ من صربيا. دكتور محمد نور الدين سيبقى معنا نتحدث عن دور التركي في هذه المسألة، إنما الآن سنرحب بزميلنا من موسكو مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي. مساء الخير سلام، ونريد أن نفهم منك لماذا القلق التركي الروسي من هذا الإعلان. طبعا نحن نعلم الحساسيات في المنطقة في البلقان والمسألة الصربية وكل ذلك، بس روسيا تجد أن هناك شيء ما يحاك ضدها من خلال هذا القرار الكوسوفي الألباني. مساء الخير لنا وتحية للمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. طبعا هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالملف السابق، ملف الشرق، يعني ملف البحر الأبيض المتوسط والثروات في تلك المنطقة، نظرا لأننا نتحدث الآن عن منطقة البلقان وهي إن صح التعبير قلب العالم القديم، وهي العقدة وتقاطع الطرق الترانزيت، سواء كان الطرق البرية، طرق السيارات أو طرق القطارات، أو أقصد ترانزيت نقل حوامل الطاقة، الموارد الطبيعية، النفط والغاز من وإلى، من المنتجين إلى المستهلكين. فهي إذن معبر مهم لنقل كل هذه الثروات، ومن يسيطر على هذه المنطقة يسيطر على شرايين مهمة
للاقتصاد العالمي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص. لذلك نرى موسكو حريصة على أن يكون لها موطئ قدم في منطقة البلقان، ولذلك هي وقفت بشدة ضد العدوان الأطلسي على يوغوسلافيا في عام 1999. ونتذكر جيدا كيف وزير الخارجية الروسي آنذاك الراحل إيفغيني بروماكوف كان قد أقلع من موسكو متوجها إلى واشنطن لإجراء مباحثات حول عدم الوصول إلى حرب في البلقان ضد يوغوسلافيا، لكن طائرات الأطلسي بدأت بقصف يوغوسلافيا، فاضطر بروماكوف إلى أن يعود بطائرته إلى موسكو. هذا يظهر مدى أهمية يوغوسلافيا السابقة بالنسبة لموسكو، والآن صربيا التي تعتبر وريثة يوغوسلافيا السابقة بالنسبة لموسكو. طبعا هي المسألة ليست فقط تتعلق بقضايا الطاقة، لكن أيضا هذه المنطقة استراتيجية وجيوسياسية، من حيث أنها يعني من يملك قواعد عسكرية في تلك المنطقة يستطيع أن يملك كرة وتضرب في أي نقطة من مناطق العالم القديم. ورأينا ذلك يعني عندما تكون هناك أعمال عدائية ضد دول مثلا في الشرق الأوسط، تكون منطقة البلقان قاعدة انطلاق أيضا. وهنا في هذا الصدد أود أن أشير وأعود إلى سؤالك إلى كوسوفا. في كوسوفا بنت الولايات المتحدة، أقامت الولايات المتحدة واحدة من أكبر القواعد العسكرية خارج الولايات المتحدة وفي أوروبا، بالقرب من عاصمة برشتين، العاصمة برشتين عاصمة كوسوفا. بالمناسبة أنا يعني زرت كوسوفا مرات عديدة، ولذلك أعرف الكثير من الخبايا، وخاصة الدور الذي تلعبه العصابات في كوسوفا التي تسيطر بل تحتكر سوق المخدرات، سوق الاتجار بالأعضاء البشرية، وأيضا سوق الاتجار يعني بالنساء، سوق الدعارة. فلذلك عندما وقعت الأحداث المأساوية في يوغوسلافيا السابقة، وتحديدا عندما وقع الصدام في كوسوفا، كانت حجة الغرب بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص هي يعني مساعي إنسانية لإنقاذ ألبان كوسوفا من يعني من الاضطهاد الذي يتعرضون له على أيدي القوات الصربية. لكن في الحقيقة كانت هي معركة على اقتطاع هذا الجزء المهم والحيوي من صربيا، وأيضا لاحتلال هذه المنطقة، وكما قلت لإقامة قواعد عسكرية، وهذا ما حدث فعلا. الولايات المتحدة تقيم هناك قواعد عسكرية، لذلك لأسباب عديدة هذه المنطقة مهمة بالنسبة لروسيا، أخذا أيضا بنظر الاعتبار أن هناك صلة رحم بين روسيا ويوغوسلافيا، بين روسيا وصربيا، هي صلة دين وصلة يعني صلة إثنية، صلة إثنية بين الطرفين. وأيضا نقطة أخيرة أود أن أتطرق إليها في هذا الصدد، هو أن أيضا هناك صراع، كما كنت تتحدثين في البداية، هناك أيضا صراع مصالح أيضا، وهناك أيضا اندفاع تركي في تلك المنطقة، وأيضا هناك تنافس بين روسيا وتركيا أيضا، يعني بالإضافة إلى التنافس مع الناتو ومع الولايات المتحدة، هناك أيضا تنافس مع تركيا في تلك المنطقة، بذريعة أن تركيا تعتبر يعني ألبان كوسوفا هم مسلمين، ولكن في الواقع هم يعني أنا كما قلت زرت هذه المنطقة، هناك عملية تحويل الكثير من المساجد إلى كنائس كاثوليكية، وهدم الكنائس الشرقية الأرثوذكسية. تماما، هو يعني استكمال لتهجير الصرب من كوسوفو بعد دخول حلف شمال الأطلسي. شكرا جزيلا لك زميلنا سلام العبيدي، مدير مكتب المدين في روسيا، كنت معنا من موسكو. واستكمالا لما تقوله، دور تركيا كبير جدا في منطقة البلقان، لا يقتصر طبعا على كوسوفو وألبانيا، حتى يعني في المنطقة كلها تقريبا في تغلغل تركي. أين يوجد مسلمين؟ يوجد توجد تركيا، توجد صور لأردوغان، نعم، أحزاب تتبع لأردوغان. أنا كان لي الفرصة لكي أزور كوسوفا تحديدا. أنا مثل هالأيام بالضبط كنت بكاراباخ سنة الماضية، وكان بال 2006 كان لي الفرصة بأيلول سبتمبر كنت أيضا بكوسوفا، وبالتالي يعني هو منطقتين كتير متشابهتين. والمنطقتين في دور تركي مهم، لكن طبعا بكاراباخ أرمن، لكن بكوسوفا تحديدا عندما ذهبنا هناك كان زرنا الجامعة، جامعة بريشتينا، وكان بصدر الحيط اللي يوجد فيه رئيس الجامعة صورة كبيرة لمادلين أولبرايت، كانت وزيرة الخارجية آنذاك حينها. وكانت كوسوفا بهذه المناسبة هي منطقة حكم ذاتي ضمن جمهورية صربيا، وصربيا كانت جزء من
اليوغوسلافيا الكبيرة. وبالتالي هناك وضع متشابه هون، يعني بمناسبة استكمال الحديث عن كاراباغ، وضع كوسوفا كان كثير متشابه مع وضع كاراباغ، فلماذا تعطى كوسوفا تسلخ عن صربيا وتكون وتعتبر بها كجمهورية مستقلة، ولا يعطى هذا الأمر نفسه إلى كاراباغ، هذه الازدواجية بالمعايير؟ طبعا القوة هي اللي بتحسم هذا الأمر، لكن ما في شك أنه تركيا عندما كنا ببريشتينا 2006 فكيف الآن، كان إلى كان الإعلام التركي، كان الرموز التركية، المظاهر التركية، البضاعة التركية، كوسوفا كان منفذها الوحيد على العالم هو تركيا. كان لها خط رئيسي جوي وحيد هو مع تركيا، لذلك تركيا نفوذها بالبلقان أنا بتقديري أكبر بكثير من نفوذها بسوريا والعراق والمنطقة العربية، لأنه الجاليات المسلمة اللي هونيك هي أصول تركية، يعني في مجموعات ذات أصول تركية وبالتالي أكثر التصاقا وقربا بتركيا. ببلغاريا عندنا على الأقل 1.5 مليون من أصل تركي، من أصل 8 ملايين. وفي بكل أحزاب يعني يعني تتبع لتركيا طبعاً تقول طبعاً ذلك، وبالتالي نفوذ تركيا بالبلقان نفوذ كبير ومهم، ولذلك مش من المستبعد على طول في حركه تركيه هونيك، لكن حركه واضحه وهيك تقول فاقع بين مزدوجين، كما هي بسوريا والعراق والمتوسط وليبيا وكاراباغ الان اعضائي. شكرا دكتور. مش بهالطريقه، لكن ممكن نشهد ظهور أكثر وضوحا أكثر علنية للدور التركي في البلقان. دكتور محمد نور الدين خبير الشأن التركي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا فاصل قصير جدا ونعود بعده لنتابع المشهد. من جديد أهلا بكم إلى المشهدية. نتحدث كثيرا هذه الأيام مشاهدينا على السينما، إذ بحكم يعني في دفق كبير للمهرجانات السينمائية وعودة قوية بعد كورونا، مع أنه بعدنا بكورونا بس أنه في يعني حلول لعدم حرمان محبي السينما من الأفلام. آخر هذه المهرجانات سأتحدث عنها الآن هو مهرجان الريف في لبنان، في توأمة بين الطبيعة، توأمة جميلة للغاية، والأفلام، وبينما هو افتراضي وواقعي. نتعرف أكثر الآن على تفاصيل مهرجان الريف، هو دورته الثانية، مع ضيفنا دكتور أنطوان داهر مدير مهرجان الريف أيام بيئية والسينمائية، معنا من الأبيات في شمال لبنان. مساء الخير دكتور. هذا المهرجان انطلق من الأبيات، السنة الماضية حكينا عنكم وزرناكم، بس السنة يعني في صعوبة شوي حتى في إقامة المهرجان بسبب كورونا طبعا. نعرف في عدد كبير من الإصابات في لبنان. كيف قررتوا أنه تستمروا في الدورة الثانية؟ هيدا تحدي بداية. تحية كبيرة لكم الميادين. بعتقد انه كورونا حتى ألزمنا بأنه نعمل ريف تحت أي ثمن. بالطبع مع احترام قواعد التدابير الوقائية كلها سوا، ولكن منه جائحة كورونا اللي ضربت المنطقة كلها وضربت لبنان وضربت منطقتنا بالتحديد منطقة الأبيات أكثر من غيرها مؤخرا، ومنه أيضا الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والانفجار الأخير اللي هز البلد. كان في ضرورة وقتها أن نقول لا، ما رح نموت، نحن ما بنموت وما بنخضع، والأمل موجود، والأحلى شيء بيمثل الأمل هو الطبيعة والفن السابع، ولما ندمج الفن السابع بالطبيعة بيطلع معنا شيء كثير حلو، وهذا هذا اللي عم بيطلع معنا هلا. السنك شو مميزات المهرجان؟ السنة نحن بالأساس كان في عنا تركيز على موضوع الغذاء من الطبيعة. الغذاء من الطبيعة في بعاداتنا الشرقية بتعرفي في كتير حشائش، في كتير خضار منجيبهم من الطبيعة، ولكن هذا علم عم يندثر وعم يختفي، وكنا بداية بدنا نطلق حملة، يعني بدنا نطلق بالعكس دورة على مدة سنة تهتم وتوسع هيدا العلم إذا بدنا نقول، ويكون بدايته من المهرجان. هلا هيدي ما قدرنا نعملها. المهرجان يعني اضطرينا بآخر لحظة إنه نلغي كل الشق الحي
اللي كان راح يكون بمعمل الحرير بالعبيات ومعمل تراثي قديم رمم خصيصا لهذه المناسبه، وان شاء الله راح نستعمله قريبا ان شاء الله. وكان عندنا موضوع الماء وتلوث الماء واهميه الماء بحياه الناس، ولذلك اشتغلنا على سد بسري، وفي فيلم انعمل بالتعاون مع المفكرة القانونية على الناس تبع سد بسري، على المزارعين، على اللي عايشين من وادي بسري واللي السد بده يضربه. وقدرنا نعمل 3 أيام حي في مرج بسري. يعني استخدمتوا الأفلام لقضايا بيئية وتوعية أكثر على أهمية الطبيعة والحفاظ عليها وكل ذلك، خصوصا موضوع سد بسري اللي كان في جدل كبير في لبنان يعني حوله في الآونة الأخيرة. بس كمان استخدمتوا الأونلاين، يعني أفلامنا على الموقع في كمان استخدام للأونلاين. ليش اتجهتوا إلى الأونلاين؟ التجأنا إلى الأونلاين مرغم الأخ على بطل، يعني نحن منا جماعة أونلاين بالأساس، ولكن لا، في ضرورة في كم من الأفلام اللي حضرناها ولازم الناس تشوفها ولازم الناس تتواصل. لقينا أنه بالنهاية منصة أونلاين بعتقد أنه شغلة جيدة وحلوة وضروري أنه حتى نعتمدها فيما بعد نهاية الكورونا. يضل في بارت في شغلات فيها تنعرض ما بتنعرض باللايف، اللي عملناها طلبها من كل الناس اللي بيقدروا يعمل كل شخص فيلم، وعملنا مسابقة أفلام قصيرة عن شو أثر الكورونا بحياته وبعلاقته للإنسان. حلو، يعني هلأ لازم نفوت نحضر الأفلام ونصوت للفيلم المفضل لدينا. صحيح، يكون المفضل. حلو، في 20 فيلم من 5 دقائق كل فيلم. 5 دقائق سريعين يعني ساعة بتحضرهم كله. حلو كتير. في الواقع يعني هذه المبادرات نحن نضيء عليها لأنها تبرز كما قلت دكتور إرادة الاستمرارية والحياة والأمل رغم كل الظروف التي نعيشها، من ظروف صحية كورونا إلى ظروف الاقتصادية والأمنية وكل ذلك يعني في بلد مثل لبنان. شكرا جزيلا لك دكتور أنطوان داهر مدير مهرجان ريف أيام بيئية وسينما. في شيء بدك تقوله في الختام، رسالة للناس محبي السينما الجمهور؟ بدي أقول للناس أنه نحن ما بنقدر نطلع من أزمتنا إلا بالفن والثقافة وبحب الطبيعة. في عودة للطبيعة كثير مهمة، والفن بيساعدنا كثير بهذا الموضوع وخاصة فن السينما. شكرا للميادين. نعم، نأمل أن تصل هذه الرسالة. شكرا من جديد دكتور أنطوان داهر، كنت معنا من الأبيات في شمال لبنان. يمكن أكثر موضوع تحدثنا عنه في المشهدية هو موضوع الدرونز، الطائرات المسيرة، لأنها دخلت في كل نواحي حياتنا مشاهدينا وتشهد تطورا دائما يسهل قطاعات كثيرة من حياة الإنسان بشكل عام. الآن سوف نتطرق إلى آخر ابتكارات تكنولوجيا في هذا المجال مع ضيفنا مهندس الاتصالات هادي بزوم. مساء الخير هادي، أهلا بك معنا. قبل أن نتحدث بالتفاصيل سنشاهد معك ومع المشاهدين أبرز يعني كيف شارك الذكاء الاصطناعي في تطوير إمكانات درونز طيران في هذا التقرير. مشاهد. هذه ما هي الطائرة المفضلة لديك؟ سكاي ديو.
ليش؟ اخر طياره شفناها سكاي ديو هي تعتمد باورد باي ارتفيشال انتليجنس بالذكاء الاصطناعي، بتصير تصور الرياضيين وال يعني اللي هن بحبوا يعملوا سبور بفردهم يعني بالشخص. هيدي بتاخذ الباترن شكل الشخص وصرت تلحقه كيف ما هو عم يتحرك وصرت تلحقه كرمال شو يعني كرياضي او عم بتصوره عم بتصور وفيها تكون عم تعملهم بس لايف يعني لرفقاته وماشي هو بالبريه. اه شو حلو هيدا كثير حلوه هيدي سكاي ديو هيدا للتسليه يعني هيدا للتسليه لا بدنا شيء اشياء بتفيدنا اكثر يعني مثل طائره بوينغ ما بتفيدنا يعني مو كبت طائرات حربيه عسكريه بس موضوع الاشتباه باعمال تخريبيه للشرطه هيدا مهمه كثير. هيدا برنامج عملته شركه درون سنس. هيدا البرنامج بيساعد الشرطه وبيساعد لاكتشاف الجثث او المفقودين بعد الكوارث الطبيعيه. فبتروح الطائره بتصير تنبش على اي تحرك غير يعني ببين مشبوه، اي تحرك مشبوه عم بيصير بالمدينه وبتبلغ الشرطه عن المكان اللي هو هيدا عم بيصير هيدا التحرك، فالشرطه دغري بتاخذ الاجراء المعين وبالكوارث الطبيعيه بتروح عبر تقنيه الثيرمال يعني عبر تقنيه التصوير الحراري بتصير تصور محل المفقودين وبتبعت كمان بتحددهم على المابس وبتبعت لهم اياهم للشرطه. هيدا فعلا مفيده يعني خصوصا بعمليات الانقاذ وكل ذلك. اثبتت يعني قد ايه هي مفيده هذه الخدمه في مساله ثانيه هي كمان لانه كنا عم نحكي عن حمايه البيئه هي التي تطورت برنامج لحمايه الغابات، نحن بنعرف في حراس للغابات يعني في العالم بس انه الانسان لا يتمكن بمفرده ان يحرس غابات وخاصه اليوم مع الحرائق اللي يعني في بعض يقول انها مفتعله وغير مفتعله، درونز كيف ممكن تساعد؟ درون بشركه نوريلا عملت برنامج كمان مطور عبر الذكاء الاصطناعي بتلحق كل القطعان الفيله هلا هي وهيدا برنامج مطلوب لافريقيا، بتلحق كل قطعان الفيله وبتصير تصور المشتبهين انه يكونوا صيادين. اي حدا بيكون عم بيقرب على هيدا القطيع بمسافه معينه 50 ل 100 متر او 200 متر بتحدد كمان اللوكيشن اللي له وبتبعته لحراس الغابات اللي هن مسؤولين عن حمايه هذه. هيدا مبدئيا تستخدم في افريقيا اكثر من هو هيدا البرنامج نعم انعمل لافريقيا بالتحديد كرمال حمايه الفيله وبعض الحيوانات. منيح لو يستخدموها كمان يعني بمناطق اخرى عم تستعمل ايه عندنا نحن هلا الى حد ما الحق اللي عم بيحرق الشجر والغابات لحمايه البيئه كحرائق واللي عم بتصير هلا في عملوا كمان برنامج لا بيشتبه او بنبش على الحريق قبل ما يحصل يعني بيصور على وايد انجل مساحات واسعه وبرجع لما يشوف انه صار في حراره معينه ببلغ كمان عنه هيدا حلو. هلا المسألة الأخرى هي ما طورته بوينغ طائرة من دون طيار لمواكبة الطائرات الحربية، بس ليش بده يكون في طائرة من دون طيار لمواكبة طائرة حربية؟ هيدي الطائرة هي يعني هلا بدهم يعملوا الانطلاقة بآخر 2020 تستخدم الذكاء الصناعي لحتى تعمل مناورات مثل الطيارة الحربية، يعني هن بدهم يوفروا انه يصير بطل في طلعات طيران حربي يعني بيطلع طيران حربي وبيعمل العمليه العسكريه ولكن بخففوا اصابات على الطيارين. يعني هيدي بتكون عم تمشي قدام الاف 35 او الاف 18 وعم تعمل المناورات وعم تعمل الهدف اللي ممكن تعمله الاف 35 فالعدو بدل ما يعني يصوب على الاف 35 رح يصوب على هيدي الطياره لانه رح تجي شكلها مثل شكل الطيارة يعني تخفيف الخسائر يعني تخفيف خسائر الطيران الحربي. في شيء ثاني بتحب تقول في عن البوينغ كمان لانه احنا ما حكينا عن كل شيء عن كمان البوينغ زادوا للبوينغ عدد من البرمجه اللي لها فالرأس الحرب اللي لها عم يتغير حسب الهدف اللي بدها تنفذه، يعني ممكن تروح تعمل هدف ترجع هيدي نفس الطياره تطلع يتبرمج الرأس الحرب اللي لها على هدف جديد على مواكبه طيران جديده. حلو بحس بعدين ما حيبطل في طيران حربي يعني حيصير كله بهذا الاتجاه اللي عم تستخدمه مثل ما بعدين الروبوتات رح تصير هي تحارب وليس الانسان وكل ذلك يعني فعلا الارتفيشال انتليجنس عالم عم بيغير مختلف تماما وسيغير كثيرا.
من حياتنا. شكرا جزيلا لك زميلنا هادي بزون مهندس الاتصالات. مشاهدينا بهذا تكون المشاهدين قد اكتملت لهذه الليلة، نلتقي بكم غدا في نفس الموعد عند الساعة 8 ونتواصل على حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام. إلى اللقاء.